Hello everybody, new episode of our program Madrasa al Hawa. This time with mathematics we are going to learn a new lesson in algebra. Okay, النهارده ان شاء الله هناخد معانا لسن جديد في الالجبرا. هناخد مع بعض مع ايه؟ ده variation. طيب variation عندي هنا بتقسم لجزئين, direct variation and inversely variation. طيب ايه هو بقى الدايركت فاريشن ده؟ كنا احنا نوهنا عنه في بريب 1 وبريب 2, كنا خدنا جزء عنه خلاص, انك دايما بيعبر عن الايه, ريليشن بتوين تو فاريبل فروم فيرست ايه, فيرست ديجري. تعال نشوف, يقول لك ايه, it said that y varies directly as x and it is written by y in direct variation with x. يبقى انا ملاقي عندي الساين كده, y varies directly with x, varies directly فين اللي هي الساين دي, يعني هي relation between two variable from first a from first degree. طيب جميل جدا. طيب ساعتها اقدر اقول ايه بقى, ان ال y equal mx, ال y equal mx. جميل, نطلع لفوق كده. طيب يبقى ال y over x equal a equal m. يبقى relations دي مهمة جدا, هي دي relation اللي انا بقول عليها, هي relation of a of variation. جميل, هل اقدر منها اقول حاجة تانية؟ قال لك قال لك if the variable x take two values x1 and x2 and y took two values y1 and y2. طب انا عندي دلوقتي ال x خدت two values وال y خدت ايه, two values, ايه relation بقى اللي تربطهم كلهم ببعض؟ قال لك اقدر اقول ان ال y1 over y2 equal x1 over x2. طب الكلام ده اطبقه ازاي عندي في التوبكس بتاعتي؟ طيب ده مش بس كده, ده اللي انا قلت لك ده كله لو انا عندي ايه, لو انا عندي الفريشن بتاعي از ايه, از دايركتلي. طب لو هو انفيرسلي بقى, لو انا عندي الفاليوز بقى, كل ما زادت الفاليوز بتاعه الواي الاقي الفاليوز بتاعه الاكس انكريز نزلت تحت او العكس, يبقى ساعتها انا اقدر اقول ان هو ايه, انفيرسلي. طيب بتبقى الرولز بتاعتي اللي انا بطبقها او بمشي عليها اللي هي بتبقى ايه؟ قال لك بص يا سيدي, لو انا هتكلم هنا عن ذا انفيرس فاريشن, it says that y varies inversely as x and it is written y varies inversely a x. يبقى لما الاقي الريليشن عندي هنا ال y varies inversely with x. طب انا عرفت ان هي انفيرسلي ازاي؟ ما هي نفس الساين, ما تاخد بالك معايا هنا ان الواي از ايه, از اب, لكن الاكس هنا عندي فين, في الدومينيتور. يبقى لقيت هنا عندي الواي اب والاكس نازله في الدومينيتور عندي تحت, بعرف على طول ان الريليشن اللي عندي ده از ايه, از انفيرسلي. طب بكتب الريليشن بتاعته ازاي؟ قال لك بكتب الريليشن بتاعته تبقى عباره عن الواي ايكوال الكونستانت هنا عندي يكون فين, يكون اب ام اوفر اكس. يبقى هي دي ريليشن, وانس ان هو قال لي فاينز ريليشن يبقى هو عايزني اجيب الريليشن اللي عندي دي. طيب نشوف, طب افرض ان انا عندي بقى الاكس واخده عندي تو فاليبل, طيب والواي كمان واخده تو فاليوز, اشتغل ازاي؟ قال لك بص يا سيدي, لو انت عندك الواي واخده تو فاليوز والاكس كمان واخده تو فاليوز وانت بتتكلم في انفرس فاريشن, يبقى هتقدر تقول ان الواي 1 اوفر واي 2 ايكوال اكس 2 اوفر اكس 1 inversely. طيب تعال نشوف طابق عشان نشوف الايه اللي اجس بتاعتي بتيجي ازاي على الرسم بتاعنا. تقول لي ايه, if x varies directly with the y. طب انا عرفت ازاي, مفيش هنا مفيش غير الساين دي, مفيش غير ان الواي وعامل لي ساين كده اكس, ما انا على طول كده عرفت ان الواي is varies directly with the x and y equal 14 when the x equal 42, يعني forever ال y equal 14, no ال y equal 14 when, لما تكون ال x equal 42. خد بالك احنا بنتكلم في variables, يعني دايما ال values بتاعت ال x وال values بتاعت ال y بتتغير, انما في حالة ان ال y بتاعتي equal 14 ساعتها بس تكون ال x بتاعتي equal 42. طلب مني ايه؟ قال لي find the relation between x and y, اللي لسه قايلين عليها من شويه اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت ال y equal mx, عايزني اجيب ال relation دي. طب ما هي موجوده اهي, لا ما انا عندي هنا ال m is constant, انا قلت لك يبقى لازم نجيب ال value بتاعت ال m, لو شلت ال m وحطيت مكانها ال value بتاعتها يبقى انت كده جبت ال relation. بنعمل ايه؟ solving اللي هنا ازاي؟ اول حاجه نشتغل فيه draft بتاعتي, انا عارف ان ال y
varies directly with x. دي اول معلومه. يبقى لو انا هجيب الريليشن بتاعتي لازم يكون شكلها ان الواي ايكوال ام اكس، هي دي الريليشن. جميل. هل في معلومه تانية؟ قال لي اه، الواي ايكوال 14 وان الاكس ايكوال 42. يبقى لو انا قلت لك ان الاكس 1 ان الواي 1 ايكوال 14 ساعتها وبس تكون الاكس 1 ايكوال كام؟ 42. جميل. قال لي فايند ايه؟ فايند ذا ريليشن. يبقى انا عارف ان انا هشتغل دي ولازم اجيب الفاليوز بتاعت الام. الفكره كلها ان انت تجيب الفاليو بتاعت ايه؟ الام من الريليشن، ما انا عارف هو ده شكل الريليشن. طيب هنشوف هنجيبها ازاي. تاني حاجه قال لك ايه؟ ذا فاليو اوف واي وين الاكس ايكوال 60. طب يا ترى لو الاكس واخده بقى فاليو ثانيه اللي هي الاكس 2 ايكوال 60 ساعتها تبقى الواي 2 بكام يا ترى؟ تعال اول حاجه هنجيب الايه؟ هنجيب الريليشن، او اقول له هنا 2 فايند ذا ريليشن between x and y. انا لسه قايله لك من شويه ان الريليشن بتاعتك عباره عن ايه؟ هي عباره عن الواي ايكوال ام اكس، بس لازم الاكس دي ما تبقاش موجوده، لازم يكون موجود الفاليو بتاعتها. طيب عشان نجيب الفاليو بتاعتها، طب انا هقول كده ات الاكس هو قايل لي ساعتها ان الاكس ايكوال 42 لما تكون الواي ايكوال 14. لو انا شلت الاكس وحطيت الفاليو بتاعتها وشلت الواي وحطيت الفاليو بتاعتها هتبقى ايكويشن فروم فيرست ديجري، مش هلاقي الا الام بس اللي مش موجوده اقدر اجيبها. تعال نشوف هنشتغلها ازاي. كانسل واي اند بوت 14. طيب كانسل الاكس اند بوت 42. يبقى هنكتبها بقى تاني من اول وجديد بعد ما عملنا سبستيوتنج هنا. يبقى هنقول 42 ام ايكوال 14. عندك مشكلة؟ نو no. طب هي دلوقتي ايكويشن فروم فيرست ديجري وما عندكش غير سيمبل واحد اللي هو الام، نخلص من ال 42 ازاي؟ باي ميك ا ديفيجن بتوين تو تيرم 42. هطلع الام بتاعتي ايكوال ايه في الاخر؟ هنعمل هنا سيمبلست فورم تطلع لي ايكوال 1 اوفر 3. يبقى انت جبت الكونستانت يعني. هل انت جبت الكونستانت ام؟ انت كده جبت الريليشن؟ لا، تعالى بقى نجيب الريليشن بتاعتنا، تبقى الواي ايكوال اكس. هنكنسل الام ونحط الفاليو اللي احنا جبناها اللي هي تطلع ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 1 اوفر 3. هي دي الريليشن. يبقى احنا كده جبنا ريليشن بتوين واي اند ايه؟ اند اكس. جميل. هو كان طالب مني بس ريليشن او ذا ريليشن از جميل. هل هو كان طالب مني بس ريليشن؟ لا، ده كان طالب مني كمان قال لي يا ترى لما تكون الفاليو في اس ايكوال 60 تبقى الفاليو في واي ايكوال وات. تعال هنطبق الريليشن الثانيه او الرول الثاني اللي احنا خدناه اللي هو كان بيقول لك ايه؟ خد بالك ان انت شغال في ايه؟ شغال في دايركت فاريشن. يبقى هنقول هنا واي 1 اوفر واي 2 وهنا ايكوال اكس 1 اوفر اكس 2. هنكنسل الواي ونكنسل الاكس ونحط الفاليوز بتاعتها نشوف الدنيا تمشي ازاي. كنسل واي اند بوت اتس ايه؟ اتس فاليو. تعال نكنسل الواي 1 نحط مكانها 14. cancel x1 and put 42. cancel x2 and put 60. مش فاضل عندي غير مين؟ ال y2. نعمل الكروس ملتبليكيشن بتاعي. خليني افكرك بيه، ادي ال y2 تطلع ايكوال وادي الفراكشن. ال y بتاعتك دايما تعمل الكروس بتاعها مع الدومينيتور. يبقى عندي هنا ال y الكروس بتاعها مع مين؟ مع ال 42. يبقى 42 is a waiting down times 60 by 14. نخلصها بالكالكوليتنج، بص تلاقي عندك ان الفاليو اوف واي 3 ايكوال كام؟ ايكوال 20. يبقى هو عمل معايا ايه؟ هو الاول اداني الريليشن اللي عندي، اداني الفاريشن اللي عندي وقال لي ان هو دايركت فاريشن، وبعدين قال لي لو سمحت فايند ذا ريليشن. عشان اجيب الريليشن يبقى انا لازم اجيب الفاليو اوف الكونستانت اللي هو الام. طيب جبنا الفاليو بتاعت الام حطيناها في مكانها في الريليشن، بقت الواي ايكوال ام اكس، بس الام ليها الفاليو بتاعتها اللي هي 1 اوفر 3. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الريليشن. كان طالب مني ريكوست تاني، هو طلب مني ايه؟ قال لي يا ترى في حاله ان الاكس بتاعتك ايكوال 60 يبقى يا ترى الواي بكام؟ فاليو بتاعتها طبقنا الرول اللي هو واي 1 اوفر واي 2 ايكوال اكس 1 اوفر اكس 2 اديت ايه؟ دايركت فاريشن. طيب وبعدين عملنا كروس ملتبليكيشن جبنا الفاليو اوف واي. ده كان سؤال جميل جدا ومباشر للتوبيك بتاع النهارده. طب خلينا نشوف توبيك تاني. وانس بقى ان هو ما قاليش ان هي فاريوس دايركتلي، لو قال لي ان هي فاريوس انفرسلي هنشتغل فيها ازاي؟ بص كده معايا. بيقول لي if y varies inversely with x
طب انا عرفت ازاي ان هي varies inversely with x؟ هو مش عامل لي غير الساين دي، ما انا عارف احنا قلنا لما تكون الواي واخده هنا ريليشن بتاعتها مع ال1 اوفر x، يعني ال x تحت في الدومينيتور كده، بعرف على طول ان هي ايه inversely relation. طيب تعالى نشوف اول حاجه هنكتبها هنا في الدرافت بتاعي ان الواي varies inversely مع 1 اوفر x. طيب كمل، قال لك هنا ان الواي ايكوال 3 1 اكس ايكوال 2، يبقى عندي الواي 1 ايكوال 3 لما تكون الاكس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. طلب مني ايه؟ اول حاجه قال لي فايند ذا ريليشن بتوين اكس اند واي. طب ما انا عارف على طول الريليشن بتوين اكس اند واي، يعني الواي تطلع ايكوال، خد بالك ان احنا شغالين ايه؟ انفرسلي، يعني ام اوفر اكس. طب انا كده جبت الانسر؟ لا، ما انت لما تجيب بقى الفاليو اوف كونستانت ام ده يبقى انت ساعتها جبت الريليشن. جميل، هي دي ريليشن. كمان قال لي ايه؟ فايند ذا فاليو اوف واي وان اكس ايكوال 1.5. طب لو الاكس واخده فاليو ثانيه يبقى هنسميها الاكس 2 1.5، يا ترى ساعتها تكون الواي 2 بكام؟ يبقى هو كده سالني في كام حاجه؟ سالني في حاجتين. تعالى بقى نشتغل الستبس بتاعتنا. اول حاجه انا عارف ان هو قال لي ان الواي فيريوس انفرسلي ويز اكس، يبقى الريليشن بتاعتي هتبقى الواي ايكوال ام اكس. طب عشان اجيب الفاليو اوف ام نعمل ايه؟ هكنسل الواي واحط الفاليو بتاعتها، واكنسل الاكس واحط الفاليو بتاعتها، مش هيبقى عندي ميسنج نمبر غير مين؟ غير ام. فهتبقى ايه؟ ايكويشن فروم فيرست ديجري ان وان فاريبل، يبقى اقدر اجيب. تعالى هنقول هنا وان الاكس ايكوال 2، يبقى ساعتها الواي equal 3. هنكنسل الواي put its value اللي هي 3، كنسل اكس put its value اللي هي الايه؟ ال 2. يبقى انا ساعتها عندي في كام ميسنج نمبر هنا؟ مفيش ميسنج نمبر غير الام. تعالى نكتب، يبقى انا اقدر اقول ان الام اوفر 2 تطلع ايكوال كام؟ تطلع ايكوال 3 اوفر 1. عملنا هنا اوفر 1 عشان نعمل كروس ملتبليكيشن. تعالى نعمل كروس ملتبليكيشن بتاعي، يبقى اقدر اقول ان الام ايكوال 2 تايم 3، يعني الام تطلع ايكوال كام؟ ايكوال 6. انا كده ما خلصتش لسه الريليشن، انت بس كل اللي انت عملته ان انت جبت الفاليو اوف كونستانت، اي صح خلصت كلها معظمها، انما لسه لازم تقول ذا ريليشن از. ايه هي بقى الريليشن؟ ان الواي بتاعتك ايكوال ام اوفر اكس، بس انت خلاص جبت الفاليو بتاعت الام بقى نزلها لي تحت، تبقى 6 اوفر اكس. هي دي الريليشن بتاعتي. يبقى احنا مش بنكتبها بجنرال رول، انا عندي جنرال رول بتاع الريليشن اهو، بس انت بقى حليتها لما اجيب الفاليو بتاعت الام ونحطها مكانها. طيب جميل، بس مش ده بس كان الريكوست اللي كان موجود، كان طلب مني برضو ريكوست تاني، قال لك ايه؟ قال لك لو سمحت انت عايزك تجيب لي الفاليو بتاعت اوف واي لو كانت الايه؟ لو كانت الاكس بتاعتك 1.5. هقول لك حاضر، خد بالك معايا ان ال y1 over y2 equal، نكتب الرول الثانيه، خد بالك ان هي ايه؟ various inversely، فبالتالي تبقى x2 over x1. تعالى بقى نعمل substituting، عندي هنا cancel y1 و put ال value بتاعتها اللي هي كانت كام يا ترى؟ اللي هي كانت 3. cancel x1 وحط ال value بتاعتها اللي كانت كام؟ كانت 2. طب كنسل اكس 2 هو كام اديها لك؟ وحط مكانها 1.5. يبقى لما نكتب هنا عندي هتبقى 3 اوفر واي 2 ايكوال 1.5 اوفر 2. نعمل كروس ملتبليكيشن، يبقى عندك الواي هنا واخده كروس بتاعتها مع مين؟ مع ال 1.5، يبقى الواي 2 ايكوال كروس ملتبليكيشن 1.5 3 باي 2، يبقى الفاليو اوف واي 2 تطلع ايكوال كام؟ تطلع ايكوال 4. جميل، يبقى ده كان توبيك تاني طبقنا فيه على الايه؟ على الانفرسلي فاريشن. هل يا ترى ممكن بقى هو يجي يقول لي زي ما كان بيعمل في الريشيو والبروبوشنال، كان يجي يقول لي ايه؟ بروف ان هي كونتونت بروبوشنال او كده، ممكن يجي يقول لي بروف ان هي فيريس دايركتلي او فيريس انفرسلي؟ اه تعالى بقى نشوف كده في التوبيك ده. ده هو جايب لك ريليشن وبيقول لك لو سمحت بروف ان الريليشن دي فعلا بتكون الواي فيها فيريز دايركتلي وذ زد.
انت جايب لي ريليشن وعايزني انا اثبت ان الواي فاريز دايركتلي ويز ذا زد. طب تعالى نشوف احنا قلنا بنتفق منين، بنشتغل منين، من الجيفن اللي هو مدهولي. الجيفن اللي هو ادهولك قال لك اف 21 اكس ماينس واي اوفر 7 اكس ماينس زد ايكوال واي اوفر زد، زين بروف ذات الواي فاريز دايركتلي ويز زد. طيب اقدر اشتغل من الجيفن ده بتاعي ازاي؟ تعالى نشوف. سينس 21 اكس ماينس واي اوفر 7 اكس ماينس زد ايكوال واي اوفر زد. انا شايف ان ده الشكل ده ما اقدرش اشتغل معاه خالص، غير ان انا اقدر اعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن، مالتيبلاينج اوف مينز ايكوال مالتيبلاينج اوف اكستريمز، عشان انا شايف ان عندي ده عباره عن ايه؟ بروبورشنال. طيب تعالى نعمل باي يا سيدي، واي تايمز 7 اكس هيديني 7 اكس واي، واي تايمز نيجاتيف زد هيديني نيجاتيف واي زد ايكوال. نشتغل كروس تاني، زد تايمز 21 اكس يبقى 21 اكس زد. جميل. طيب زد تايمز نيجاتيف واي تطلع ايكوال نيجاتيف واي زد. انت عندك هنا ليفت هاند سايد رايت هاند سايد، بص معايا شايف ايه؟ ادي ليفت هاند سايد، ادي رايت هاند سايد. انا شايف عندي ان النيجاتيف واي زد موجوده في ليفت هاند سايد وموجوده في رايت هاند سايد، يبقى انا اقدر اكنسلهم مع ايه؟ اقدر اكنسلهم هما الاثنين مع بعض. جميل. يبقى عندي ايه هنا في ريميندر؟ يبقى عندي هنا 7 اكس واي ايكوال 21 اكس زد. ها واحد واخد باله من حاجه تاني؟ انا شايف ان في عندي هنا اكس وشايف في عندي هنا اكس، ممكن نكنسلهم ميكينج ديفايد اكس بتوين ايه ذا تو سايدز. جميل. طب وبعدين هيبقى عندي هنا 7 واي ايكوال 21 زد. تعالى نعمل ديفايدد 7 لتو سايدز، يبقى الواي تطلع ايكوال 7 زد 3 زد. الله. طب لما تكون الواي ايكوال 3 زد، 3 دي از ايه؟ از ام اللي هي الكونستانت، يبقى الكونستانت بتاعي هنا ام في ريليشن يطلع ايكوال كام؟ 3. وخد بالك هنا ان الواي از نوميريتور والزد كمان في النوميريتور، يبقى انا اقدر اقول ان الواي فعلا طلعت فاريز دايركتلي ويز مين؟ والزد. يبقى كان مديني هنا في الطابق ده ايه؟ اداني هو ريليشن وقال لي لو سمحت بروف ان الواي فاريز دايركتلي والزد. اضطريت اشتغل من الريليشن دي، شفت ان هي شكل بروبورشنال، فعملت مالتيبلاينج اوف مينز ايكوال مالتيبلاينج اوف اكستريمز. بدات اخلصها مع بعضها، لقيت فعلا ان الواي طلعت ايكوال كونستانت باي ايه؟ باي زد. طب ودي اصلا عباره عن الايه؟ الريليشن لما تكون دايركتلي بتوين الواي اند ايه؟ اند زد. طيب ليتس موف تو انذر توبك، خلينا نشوف توبك تاني. بيقول لي هنا ايه؟ اف اكس 4 y2 minus 14 x2y plus 49 equals 0. Then prove that y varies inversely with x square. ده نفس الطبق اللي فات، بس هناك كان بيقول لي بروف ان هي varies directly، وهنا بيقول لي بروف ان y varies inversely with a with x square. احنا بنشوف ان احنا بنشتغل من مين؟ بنشتغل من الجيفن الاول. فين الجيفن اللي هو مديهولي؟ مديني هنا equation from fourth degree و equal zero. طب الايكويشن دي نقدر نشتغل فيها ازاي؟ by factorizing. خد بالك ان دي completing square. انا شايف ان عندي في equation، ها اقدر اعمل لها factorizing. طبعا نعمل لها factorizing ازاي؟ نعمل لها factorizing by using a completing square. خلينا نكتبها هنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا x power 4 y square negative 14 x square y plus 49 equal 0. انا عارف ان لما يكون ده الجيفن بتاعي يبقى انا هتعامل مع الايكويشن دي، لازم نعمل لها factorizing. factorizing بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن completing square. طب احنا عرفنا ازاي؟ انا شايف الفيرست ترم اولا دي trinomial، فيرست ترم هنا complete square اقدر اجيب له سكوير روت، والثيرد ترم هنا ليه برضو اقدر اجيب له سكوير روت. طب خد بالك بقى 2 باي روت الفيرست باي روت الثيرد يديك السكند او الميدل، بقدر اقول فعلا ان هي كومبليتنج سكوير ان احنا درسناها السنه اللي ايه؟ السنه اللي فاتت. طيب نعملها ازاي؟ ننزل الساين هنا زي ما هي، روت الفيرست ترم اللي هي الاكس سكوير واي
طيب روت 13 اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن 7، يبقى انا كده ايكوال 0، يبقى انا كده عملت ايه؟ فاكتورايزنج. طب ما انا عارف ان انا مخرج اخد سكوير روت الطرفين، هيبقى عندي هنا اكس سكوير واي نيجاتيف 7 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. جميل، كده بقت ايكويشن. طب ما انا اقدر اودي 7 الناحيه الثانيه تو ذا اذر سايد باي اوبوزيت ساين، يعني تروح هناك بوزيتيف 7. يبقى الانسر بتاعتي عامله ازاي؟ تبقى الاكس سكوير واي ايكوال 7. خد بالك هو اصلا كان طالب منك ايه في السؤال؟ طالب مني ان انت تجيب ان الواي فيريز انفرسلي ويز اكس، يبقى الواي لازم تكون عندي في ليفت هاند سايد هنا لوحدها. طيب وهنا عشان احافظ على الواي هنا يبقى انا مضطر استغنى عن الاكس. طب الاكس از كوفيشن يبقى تروح الناحيه الثانيه ويز ايه؟ ويز ديفيجن. يبقى اقدر اقول ان الواي ايكوال 7 اكس سكوير. خد بالك بقى هنا معايا، مش هي دي الريليشن بتاعتك؟ اه، يعني ال 7 دي الكونستنت بتاعتك هنا يطلع ايكوال مين؟ الام بتاعتك ايكوال كام؟ ايكوال 7. الله، طب ما هو ما دام هنا عندي الواي اب في النوميريتور وعندي هنا ايكوال اكس سكوير والاكس سكوير نازله تحت في الدومينيتور، يبقى اقدر اقول ان الريليشن بتوين واي اند اكس سكوير از ايه؟ انفرسلي. يعني اقدر اقول ان الواي از فيريس انفرسلي ويز 1 اوفر ايه؟ الاكس هنا سكوير اكس سكوير. طب ما هو ده الريكوست اصلا اللي هو كان طلبه منك. جميل، خلينا نشوف ايضا تاني. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه؟ عرفت دلوقتي لما يجي يديني هو الايه؟ الفاريشن اللي عندي ويقول لي از دايركتلي او انفرسلي، اوكي؟ ويطلب مني فايند ذا ريليشن، اكيد بيكون مديني فاليو للاكس والواي عشان اعوض فيها في جنرال فورم للايه؟ الريليشن بتاعتي واجيب الفاليو بتاعت الام. جبت فاليو الام حطها في الريليشن تبقى الواي ايكوال وات تايمز اكس. يبقى انت كده جبت الايه؟ الريليشن. جميل، ممكن احيانا يجي يديني كذا فاليو للاكس، يديني تو فاليوز للاكس ويديني فاليو واحده للواي، يقول لي يا ترى لو الاكس مش عارفه ايكوال 60 تبقى الواي ايه؟ يبقى جبناه خدنا واحده في الدايركتلي وخدنا واحده في الانفرسلي. جميل، ممكن يجي بعد كده يديني ريليشن ويقول لي بروف ذات ان الريليشن بتوين واي اند اكس از اي فيريس دايركتلي او انفرسلي زي اللي احنا شفناه. تعال نشوف بقى التوبيك بتاعي ده بيقول لي هنا ايه. اكار موفز ويز a uniform velocity where the distance varies directly with the time t. خد بالك معايا ايه ده بقى؟ varies directly with time. ده هنا مديني الفاريشن بتاعتي بس مش جايبها لي في سيمبلز ولا في نمبرز، انا اللي هجيبها. طيب احنا كده كده عارفين احنا بنشتغل في ايه؟ بنشتغل في درافت، اشتغل في درافت واحده واحده. انا عارف ان الريليشن هنا دايركتلي ولا انفرسلي، لا واضحه هي varies directly. طب جميل ما تزعلش نفسك اهو. mean distance and time، خلاص at the distance and time ولا square time؟ لا التايم، اوكي خلاص يبقى at the distance وادي التايم وهما الاثنين هم varies directly. خلاص كده انتهينا. if the car cover distance of 150 كيلومتر، يبقى مديك هنا distance 150 كيلومتر، اوكي. طيب in time what 6 hours، يبقى انا عارف ان الديستانس دي مش بتحصل ابدا غير لما يكون في تايم قد ايه يا ترى؟ في تايم 6 ايه؟ 6 hours. يبقى هنقول هنا ان تي 1 تطلع ايكوال 6 ايه؟ 6 hours. جميل، طيب يجي يقول لي هنا ايه؟ فايند ذا ديستانس، ده طالب مني ان انا اجيب الديستانس تاني، ديستانس تاني، يبقى هنقول دي 2 ايكوال كوتشن مارك، ها؟ باي كفرد ذا كار ان 10 ايه؟ ان 10 hours. طب يا ترى لو انا عندي هنا في 10 hours يبقى الكار بتاعتي هتمشي قد ايه؟ distance بتاعتها تكون قد ايه؟ يبقى كل الجيفن ده انا اللي جبته من خلال الايه؟ الداتا اللي هو كان مديها لي. نطبق واحده واحده. انا عندي اول حاجه عارف ان دي indirect variation with time، تستنتج منها ايه بقى؟ خد بالك هنقول ان دي 1 over دي 2 equal تي 1 over تي 2 لان الريليشن هنا between دي and تي. طيب جميل، اتفضل بقى ايه؟ اعملي سبستيوتنج، شيلي دي 1 حط مكانها 51، شيلي دي 2 لا ده دي 2 هو اللي عايزينها. طب تي 1 ايكوال كام؟ ايكوال 6، كانسل تي 2 اند بوت 10. بيقول لك ايه 150 كيلومتر خدت 6 ايه؟ 6 اورز. طب يا ترى كامل ياخد 10 اورز؟ اوكي تعالى نعمل كروس ملتبليكيشن بتاعي. يبقى هنقول الديستانس اللي هي دي 2 ايكوال، احنا قلنا ليه بياخد الكروس مع الميسنج نمبر از فلوتنج داون، يبقى هنا 6 150 تايمز 10
يبقى ال دي 2 ايكوال ايه 150 تايمز 10 اوفر 6 تطلع الايه الديستانس بتاعتي هنا ايكوال كام 250 كيلو متر. اوكي يبقى في حالة تاني، في حالة ان تكون الديستانس عندي او السكس ايه 6 اورز مشيت قد ايه 150، طب في حالة بقى 10 اورز مشيت قد ايه، مشيت 250 كيلو ايه كيلو متر. خلينا ناخد طبق زيها على طول بس بالايه لما يجي يقول لي ان انفرسلي، بيقول لي هنا ايه if the number of hours is n for carrying a for carrying out a work varies inversely. طب جميل، يبقى انا عارف الريليشن عندي هنا between الايه between ال n and ال x والريليشن بتاعتي is inversely. جميل، بيقول لك هنا ايه بقى if the work is carried by 6 for. جميل، يبقى انا عارف هنا ان ال x 1 تطلع equal 6 لما تكون ال n الاورز بتاعتها بقى equal قد ايه equal 4. جميل، what is the needed time for طالب مني التايم اللي هي ال n 2 يا ترى تبقى قد ايه في حالة ان الوركس بتاعك 8 ان الاكس 2 ايكوال 8. الجيفن اللي عندي عايزين نخلص الطبق ده بسرعه، بيقول لي هنا ايه ان ال n varies inversely with x، يبقى الريليشن على طول انت هتعملها ايه n 1 over n 2 تطلع ايكوال، خد بالك انها inversely، يبقى x 2 over x 1. اعمل سبستيوتنج بسرعه، يبقى هلاقي هنا كانسل ان 1 put 4 ال n 2 هي اللي احنا عايزينها، الاكس 2 اللي هي ايكوال 8، الاكس 1 اللي هي ايكوال 6، ونعمل الكروس مالتيبليكيشن نلاقي ان ال n 2 ايكوال بالكروس هنا يبقى 8 4 تايمز 6، يطلع الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 3. اوكي تطلع ايكوال 3 ايه 3 اورز. طيب جميل، يبقى ده كان اخر طابق موجود معايا في الابس بتاعت النهارده، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.